السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب وفي أفضل حال، ونكون متابعين مع بعض أجزاء الترابل شوتينج، حيث إن هي مهمة جدا. أنا بعتبرها عن نفسي أهم كورس أو أهم تراك في كورس سي سي إم بي. هنكمل النهارده مع بعض شابتر 6 اللي هو الانترودكشن تو ترابل شوتينج راوتينج بروتوكول. هنعرف ايه هي المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الراوتنج بروتوكول، وكالعاده ان احنا ما بنعملش حاجه عاديه، بنحاول نعمل حاجات ادفانسد شويه بحيث ان احنا نبقى ناخد بالنا من المشاكل اللي ممكن تحصل في البرودكشن نتورك. تعال نشوف النهارده هنتكلم في ايه. هنتكلم في لير 3 او لير 3 راوتنج بروتوكول. ما تتعجبش قوي ان الجايد لاين بتاعنا هو هنت واحد بس. يعني اللاير 3 الراوتنج بروتوكول هنتكلم عن عمليه الراوتنج عامه، ازاي الراوتنج بيتم. هنتكلم عن مراجعه سريعه للاي جي ار بي وعلاقته بالراوتنج بروتوكول، وايه كان التصنيفات والكلام ده، ويبقى كده تيبلز، اند فاينلي هاو تو كولكت انفورميشنز على المشاكل اللي موجوده عندي. تمام، طيب تعالى نبدا بجزئيه الراوتنج اوفر فيو. فاكرين يا جماعه الراوتنج، احنا عايزين ناخد مثال سيمبل قوي دايما بحب ارسمه. ده راوتر واحد سي مثلا، واصل براوتر اتنين، هنا في بي سي وفي هنا بي سي، تمام كده. ده رينج 192، سوري، ده رينج 10 صفر صفر طبعا، وده رينج ايه 172. تمام، بالتاكيد لو 192 جه بالبنج على 172 مش هيقدر يعمل بينج عليه، لان مفيش راوتنج يتفعل ما بين مين؟ ما بين التو راوترز دول، لان كل راوتر زي ما احنا عارفين من معلومات الراوتنج ان كل راوتر عنده اتس اون راوتنج تيبل، صح؟ كل واحد عنده الجدول التوجيهي بتاعه، وباي ديفولت بيبقى الراوتنج تيبل ده مكتوب فيه مين؟ الناس الكونكتد بس. فراوتر واحد هيبقى كاتب عنده شبكه 192 كونكتد مثلا سي على فاست 0 على 0، وشبكه 10 على الجهه اليمين راح الار 2 على هنا على فاست 0 على 3 مثلا، ومسجل عنده ان هو يعرف شبكه 192 وشبكه 10. لو 192 تعال نجرب نشوف البنج ايه اللي هيحصل. 192 عمل بنج، كتب كوماند بنج على 172، ده النورمال عادي خالص. ايه اللي بدا يحصل؟ البي سي بتاعي بدا يقارن ما بين السورس وما بين الديستنيشن. تابع معايا عشان الناس تبقى مركزه مع بعض. البي سي كتب ايه؟ بدا يكتب الهيدرز بتاعته. تخيل معايا كده او راجع معايا الانفورميشنز او الاوكتتس اللي موجوده في الهيدر هيبقى مكتوب فيها ايه؟ كسورس ماك ادرس كلير 2 هيبقى مكتوب فيها الماك ادرس بتاع البي سي ده، صح؟ مظبوط كده؟ طيب بالنسبه للديستنيشن ماك ادرس، تخيل كده هيبقى مكتوب فيه ايه؟ هتقول لي هيبقى مكتوب فيه الماك ادرس بتاع البي سي ده؟ لا طبعا هو مش هيبقى مكتوب فيه البي سي دوت. خلي الماك ادرس دلوقتي ان الديستنيشن ماك ادرس لسه مش عارفينه. طيب السورس اي بي هيكتب الاي بي اللوكال بتاعه، طب الديستنيشن اي بي جابه من الكوماند البنج اللي انا كاتبه، كنت كاتب بنج 172.16.1.1، يبقى كده هيقوم واخد الاي بي ده حاطه في خانه الديستنيشن اي بي. بعد كده البروتوكول اللي هو سواء كان تي سي بي او يو دي بي هيحطه طبعا اي بي لان ده بنج، والسورس بورت اي رقم اكبر من 1024، وكذلك الديستنيشن بيبقى رقم بروتوكول البنج. تمام، طيب في الحاله دي ناقصني مين؟ ناقصني معلومه الديستنيشن ماك ادرس. البي سي بتاعي اتعرف ان السورس اي بي ادرس غير الديستنيشن اي بي ادرس، نتيجه ان هو عمل ماتشنج ما بين السورس والديستنيشن، طلع ان النيتورك اي دي بتاع السورس غير مين؟ غير الديستنيشن، ده 192 وده 172، ساعتها يقرر يطلع لمعلومه الجيت واي اللي مكتوب عنده اصلا في الراوتنج تيبل بتاع البي سي بتاعه. البي سي مكتوب فيه راوتنج تيبل اساسا بتقول ديفولت راوت ان اربع اصفار سلاش صفر تطلع مين؟ على معلومه الجيت واي. لو انا كنت مدي البي سي بتاعي ده جيت واي 192.168.1.100 اللي هو من المفترض اي بي الراوتر دوت، يبدا يطلع على مين؟ على الجيت واي بتاعه. وصلنا لحد الراوتر هنا، الراوتر بدا يبص على خانه السورسز، ما خلاص ما فيش مشكله، عارف مين السورس. خانه الديستنيشن راح ال 172، صح؟ الشبكه اللي هنا. يبدا الراوتر يبدا يعمل عمليه لوك اب في الراوتنج تيبل بتاعه، هل يعرف شبكه 172؟ ما يعرفش، خلاص؟ فجت هنا الحاجه ان احنا نحتاج راوتنج بروتوكول، بداية من الاستاتيك راوتنج بروتوكول، وبعد كده الاي جي ريب اي جي ار بي اس بي اف، وكان في الليجاسي بروتوكول زي الاي جي ار بي، وبعد كده عندي في الاي اس اي اس، وفي الاس بي اف في البي جي بي. تمام، فدي البروتوكولز بتاعت اللي بستخدمها في عمليه الراوتنج بتاعتي، سواء بقى كانت دايناميك او ستاتيك، هل هي ستيتفول او ستيتلس، او بتسبورت النمبر اوف هوبس، ولا هل هي عامل المترك بتاعها كان هو ديستانس فيكتور او هايبرد او
او لينك ستيت او ديستنس اوتونوماس سيستم فيكتور، او اللي هو اللي بنقول عليه اللي هو البي جي بي سبيس فيكتور يعني. طيب هل هو اني راوتنج بتقول من دول؟ طبعا انت درستهم كلهم، فطبعا انت اخترت اي راوتنج بروتوكول. باي اني واي اللي حصل ان انا جالي الراوت موجود عندي في الراوتنج تيبل هنا بتاع شبكه 172. فلما الراوت اصبح موجود عندي في الراوتنج تيبل، تعال نعيد ارسال الباكت دي تاني اللي كانت عامل لها دروب. الراوتر بدا يعمل لوك اب، لقى السورس 192 والديستنيشن مين؟ 172. بدا يبص في الراوتنج تيبل بتاعه، لقى اه فعلا ده شبكه 172 دي انا اعرفها عن طريق الراوتنج بروتوكول اللي عن طريق فاست 0 على 3، ده كان 0 على 3 مثلا تمام كده، والنكست هو 10.002 اللي هو الانترفيس اللي قدامي يعني. تمام، يبدا الراوتر يعمل ايه؟ يبدا يعمل ري رايت للباكت. يعني ايه ري رايت؟ يكتبها تاني من الاول لانه هيغير فيها معلومات. نبدا بلاير 2، هيبدا يحط السورس ماك ادرس مين؟ هيحط السورس ماك ادرس بتاع البورت بتاع 0 على 3 ده تمام، لان طبعا قلنا اللاير 2 ادرس بيتغير هوب بير هوب. طيب الديستنيشن ماك ادرس هيبقى المفروض هو عارف الاي بي بتاعه صح؟ موجود عنده في الراوتنج تيبل، ما هو لما المعلومه اتكتبت في الراوتنج تيبل شبكه 172 هتخرج عن طريق الفاست 0 على 3 اللي على النكست هوب 10.002 صح؟ فهو عارف النكست هوب لاير 3 اي بي ادرس، لكن ما يعرفش اللاير 2 ادرس. هيبدا يعمل ايه؟ يبعت ار ريكوست يقول له ايه؟ يا اللي اي بيك 10.002 هات لي الماك ادرس بتاعك. الار ريكوست ده بيبقى برودكاست على فكره يا جماعه بمعلوميه الاي بي ادرس، ببدا اجيب اللاير 2 ادرس. وكان في عكسه اللي هو ريفرس ار، بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا بمعلوميه الماك ادرس يبدا يجيب الاي بي ادرس وات ايفر. يقوم الراوتر ده يرد عليا بار ريبلاي، يبقى انا جبت مين الماك ادرس؟ احطه في خانه الديستنيشن ماك ادرس. طب السورس اي بي هيبقى مين؟ السورس اي بي ما زال هو 192 والديستنيشن ما زال 172، يبقى الاي بي ادرس ما بيتغيرش طول الرحله بتاعتي تمام. طيب هل البنج هيتم بعد اللي عملناه ده كله؟ لا طبعا، لان لازم الريفرس لوك اب او الريفرس راوتنج يبدا يتم. 172 ده لما يجي يرد على البنج هيبدا يعكس كل بيانات السورس هيخليها ديستنيشن تمام. يبقى لما يجي يرد هيبقى السورس هنا 172 والديستنيشن 192، هنوصل لحد الراوتر، الراوتر مش هيلاقي 192 في الراوتنج تيبل بتاعه، يبقى كان لازم ار 1 يبعت الراوتنج تيبل بتاعه او مسار 192 والعمليه العكسيه تتم كلها تمام. يبقى ده كده كان اوفر فيو سريع على عمليه الراوتنج، سواء كان بيتم باي اي جي ار بي او اس بي اف، اني كايند اوف راوتنج بروتوكول، ايا كان الراوتنج بروتوكول انت استخدمته مش هيفرق معايا. طيب تعالى نراجع شويه على تفاصيل الاي اي جي ار بي. كان هو ان كان كانت اي اي جي ار بي ستاند فور انهانسد انتيريور جيت واي راوتنج بروتوكول، كان بيصنف هايبرد ليس ديستانس فيكتور ولا لينك ستيت، لانه كان بيجمع في اختيار افضل مسار ما بين انه يختار افضل مسار اللي هو الاقصر، كان برضه بيلوك اب يعني بيدور على الباندوث والديلي، كان بيحط كمان في المتريك كالكوليشن بتاعه الفورميولا بتاعت الاي اي جي ار بي المعادله بتاعته، كان بيحط الباندوث والديلي واللود والام تي يو والريلايبيليتي، طبعا دول كلهم كانوا بيتحطوا في الحسبان. لكن طبعا زي ما احنا عارفين الديفولت متريك والديفولت المستخدم اللي هو مين؟ باندوث زائد ديلي. إيه كان طبعا هو كلاسلس بروتوكول بيفهم السي اي دي ار وبيفهم الفي ال اس ام، بيبدا يعمل اوتوماتيك سمرايزيشن، كنت بلغي اوتوماتيك سمرايزيشن بكوماند انه اوتو سمري. كان عندي بلس ايه كمان؟ كان عندي جزئيه ان انا اقدر اعمل له مانوال سمرايزيشن، ان انا ممكن تبقى اخش اعمل سمري ادرس بايديا على الانترفيس اللي انا عايزه. كان بيسبورت ايكوال لود بالانسنج اون ايكوال لود بالانسنج، الايكوال لود بالانسنج او الايكوال كوست كان بي اب تو فور باثز، يعني ما يقدرش ينزل في راوتنج تيبل بتاعه اكتر من اربع مسارات. اما بالنسبه للان ايكوال باثز كان اب تو 16 باث، فكان ده ميزه كويسه جدا من الاي اي جي ار بي عن طريق كوماند الفيرينس، كان بحط المالتيبلاير اوف متريك. كان عندي الخوارزميه القويه جدا اللي قام عليها الاي اي جي ار بي وهي الديول، اللي كانت بتعمل ايه؟ اللي كانت عن طريقها بتبدا تحميني ان الراوت بتاعي يقع في الاكتف، كان على قدر الامكان كنت بحاول ان الراوتر بتاعي يبدا حاطط معلومه الراوت بتاعي في حاله الباسيف نوت اكتف، ولما كان بيقع في الاكتف كنت بحاول اوجد مشاكل الحلول سوري للمشاكل اللي ممكن
تنتج عن جزئية ان الراوت بتاعي في حالة الاكتف. تمام. طيب كنت بستخدم ايه؟ كان عندي المانوال سمرايزيشن كان بيحميني من القصة ديت، بيحميني من الستاك ان اكتف او الستاك راوتر بالنسبة للناس اللي مش عايزة ابعت لها كويري. طبعا احنا مش هنخش في تفاصيل القصص ديت لانها طبعا من خصائص اللي هي جي ار بي المفروض تكون اتذاكرت في كورس الراوتنج. فاينلي عندي جزئيه الفيزابل سكسسور والسكسسور اللي هو كان دايما بيكيب ريكوردز اوف الترناتيف باث تو ديستنيشن. اي مسار عندي له اي سوري اي ديستنيشن اي نتورك موجود ليا عندي مسارين في التوبولوجي تيبل. ايه ده؟ هو في اكتر من تيبل للاي اي جي ار بي؟ يس. كان عندي ايه؟ كان عندي 3 تيبلز، نيبر تيبل، توبولوجي تيبل، راوتنج تيبل. التوبولوجي تيبل كان بيسجل فيه كل الراوتس الموجوده عندي في النتورك. فسي مثلا عندي شبكه 10 ليها اربع مسارات، كان في راوت واحد بس بيعد سكسسور وينزل راوتنج تيبل، اما الراوتس الباقيه كنت بختار منها فيزابل سكسسور، ان بحيث ان الفيزابل سكسسور ده يتحول لسكسسور في حال ان السكسسور اصبح داون، بحيث ان انا ما افقدش الكونكتيفيتي بتاعتي وما اضطرش ان انا اقعد اعمل ريكالكوليت للمترك مره ثانيه لانها تم حسابها على طول مره واحده. وكانت الرول اللي بتدفع الجزئيه ديت ان انا لازم تكون الاي دي، الاي دي اقل من مين؟ اقل من الاف دي. يعني ايه؟ كانت الاي دي للفيزابل سكسسور، فيزابل سكسسور الاي دي، او ساعات كنا ساعات بنسميها في بعض الكتب ار دي، الادفرتايز ديستانس او الريبورتد ديستانس، تكون اقل من للفيزابل سكسسور اللي هو الراوت اللي انا ببص عليه هل ينفع يبقى احتياطي ولا لا، يكون اقل من مين؟ من الاف دي للسكسسور راوت. تمام. وكانت الاي دي او الار دي كانت هي المسافه او المترك من ماي نيبر من الجاري لحد الديستنيشن، اما الاف دي كانت الفول باث مترك من اول انا لحد مين؟ لحد الديستنيشن. يعني تقدر تقول ان المترك هو الاف دي. تمام. يبقى قلنا دلوقتي مراجعه سريعه على الاي اي جي ار بي، من المفترض ان انا بريفيو او بعمل ريفرش لمعلومات انت المفروض تكون مذاكرها قبل ما تفتح الشابتر دوت في جزء الترابل شوتينج. طيب كولكتنج انفورميشنز، ازاي ابدا اجمع عن معلومات عن المشكله اللي حصلت عندي في النتورك بخصوص الراوتنج مثلا؟ طبعا عندك كوماندات الشوهات كلها، طبعا تقدر تعمل شو على اي حاجه، شو للارب تيبل، شو للتيبلز بتاعتك سواء كان راوتنج تيبل، ماك ادرس تيبل، ادجيسنس تيبل، والاف اي بي تيبل، والسيف تيبل في حال انك كنت مستخدم السيسكو اكسبريس فوروردنج تكنولوجي وهي انيبلد باي ديفولت على السيريس اللي افتر 1700 اي ثينك، وعلى اي او اس ابتداء من 12.2 انيبلد باي ديفولت للسيف. فطبعا تقدر تعمل شو على التيبلز دي كلها بلس كوماندات ايه؟ الكوماندز بتاعت الديباج، تقدر من كوماند الديباج يبدا يديك انفورميشنز عن ايه هي الايرورز او النوتيفيكيشنز اللي موجوده في النتورك، وهل القصه شغاله نورمالي ولا في ايشوز محتاجه ان حضرتك تحلها. تمام. تعال نبدا، يعني كفانا كده من السلايد بتاعتنا، نبدا نبص على ايشوز اللي موجوده عندنا في التيكت بتاعتنا. طبعا عارفين ان البيز لاين بتاعنا، مراجعه سريعه عليه كده، ان انا عندي الاكسس لاير عنده فول ريتشبيليتي او فول كونكتيفيتي بالويب سيرفر الاكسترنال ويب سيرفر، نتيجه الشغل بتاعنا اللي احنا خدناه في كورس راوتنج اوف كورس سويتشنج. دلوقتي جات لي ريبورتس على المكتب بتاعي، او في هوست رفع سماعه التليفون وقال لي ايه؟ ان الهوستس في الاكسس لاير ريبورتس ذات زي كان نوت اكسبلور ويب سيرفر بيجز نورمالي، الويب سيرفرز في الاكسترنال عامه يعني مش قادرين يشوفوها بطريقه طبيعيه جدا، والبيجز شو از اتس كاتد، يعني البيج بتظهر متقطعه وبتاخد لونج تايم عشان تظهر، وبتظهر حتى كمان متقطعه. طيب ايه علاقه الكلام ده باللي انا بشوفه؟ يعني افهم من كده ان الهوست ساعات بيفقد الريتشابيليتي او في بطء شديد جدا في النتورك نتيجة ان انا في كونجستشن مثلا او في مشكلة، من مطلوب مني ان انا احل ايه المشكلة ديت بهدوء او اوصل لافضل حال ليها، وان الهوست بتاعي يبقى ساتسفايد، وان النتورك بتاعتي ما فيهاش اي ايشوز وفيها فول ريتشابيليتي على طول. طيب تعال نشوف ان الويب السيرفر بتاعي مش الهوست بتاعي مش قادر يبنج على السيرفر ليه. نبدا نعمل كده، نقول له بنج على سوري الاي بي بتاعنا كان كام؟ نجيب الاي بي بتاع الويب سيرفر 256
209 دوت 65 دوت 200 دوت 24 destination host unreachable. طب تعالى يعني هو في مشكله دلوقتي، مين اللي رد عليا؟ جه دلوقتي اللي رد عليا 10.2.1.1 قال لي ان ال destination host unreachable 10.2.1.1 اللي هو المالتي لير سويتش بتاعي اللي هو الجيت واي بتاعي، نتيجه طبعا احنا شغالين بال HSRB كنا عاملين ديفولت جيت واي، فقال لي ان انا ايه هوست انريتشبل. طب تعالى نعمل تريسرت كده، تريسرت داش دي 29.65.200.241، انا عايز اكتشف المشكله فين. اوه انا بطلع لحد المالتي لير سويتش بتاعي ببدا افقد الكونكتيفيتي بتاعتي، ما بوصلش بعد كده تمام. طيب طب دلوقتي انا هفقد الكونكتيفيتي خالص. طب تعالى نعمل بينج، سوري. طب قبل البينج ما احنا عملنا بينج وعمل هوست انريتشبل، ايه ده؟ هو عمل هوست انريتشبل وعمل جاب تو ريبلاي تاني بينج كده انريتشبل، بينج انريتشبل، هاو كام؟ تعالى نعمل بينج، نكرر كوماند البينج تاني بس داش تي. البينج بتاعنا يا جماعه بيروح وبيوصل، انا وصلت على فكره في تو باكيتس، وابدا اعمل ديستنيشن هوست انريتشبل بفقد الكونكتيفيتي وبرجع تاني، ترجع لي تاني. ده الهوست زي بالظبط زي ما بيريبورت بيقول لي ايه، ان الهوست في الاكسس لاير بيقدر يشوف الويب سايت الويب سيرفر الى حد ما، البيجز بتظهر كاتد متقطعه، وبلس ان هو يعني بيفقد الكونكتيفيتي احيانا. وفعلا في البنج بالنسبه لبروتوكول البنج فعلا زي ما انت شايف في ريبلاي، وبعد كده يبدا يعمل ايه انريتشبل. طب تعالى نديتكت المشكله دي بقى ايه، ايه سببها؟ يعني دي مشكله حصلت عندك في الواقع العملي وانت عايز تشوف ايه سبب حاجه زي كده. تعالى اول حاجه، هو قال لي ان الهوست بتاعي لما تتبعت او عملت فولو للترافيك باث ايه اللي حصل؟ قال لي ان انا بقع هنا فين؟ عند المالتي لير سويتش، واحيانا بكمل الباث بتاعي. طيب تعالى نحاول دلوقتي نوصل للمالتي لير سويتش ونشوف ايه المشكله. من المفترض ان المالتي لير سويتش واحد يبدا يدلني على ان المشكله ديت موجوده فين. نقول له سويتش واحد انيبل، هو المفروض ان انا الراوت بتاعي نبدا نوصل للمالتي لير سويتش، بيبدا المالتي لير سويتش يطلعني لمين؟ للاوتسايد نتورك. تعالى نعمل بنج من هنا كده على 209.65.200.241، نشوف انا بقدر ابنج ولا لا. انا قادر اوصل، في مشكلة برضو في الراوتر انه مش قادر يوصل لمين؟ للاوتسايد. تعال نشوف شو اي بي اي جي ار بي نيبرز، انا عامل نيبر مع مين؟ سيبنا من الفيلان والفيلان، انا عامل على فاست 0 على 1 مع ار 4 اهوت اللي هو 10.1.4.5، وعامل برضو مع البورت ايثر تشانل على اللي هي البورت تشانل رقم 1 ديت، واخده كام؟ دوت 13 عندي، والنيبر بتاعي كام؟ دوت 14. طيب ايه البروبلم دلوقتي؟ ان انا نشوف النيبر بتقع ولا بتقوم، النيبر زي ما هي. طيب تعال نقول له شو اي بي راوت، نبص على راوتنج تيبل، راوتنج تيبل ات سيمز جود. ايه المشكله؟ تعال نبص كده، عندي راوت اكسترنال جاي لي من مين؟ فين 10.1.1.8/30، هو ده فعلا جاي لي اهوت من الراوتر ده، جاي لي طبعا على فاست 0 على 1 ده كده البيست راوت له، وجاي لي طبعا الاكسترنال، الاكسترنال بتاع اللي هو الديفولت جيت واي، جاي لي من فيلان 10 وفيلان 20، يعني جاي لي مره من هنا وجاي لي مره من فوق. طبعا اكسترنال لان الراوت ده جاي لي ازاي؟ جاي لي من ار 4 على فكره يا جماعه، لو تلاحظ بص على الرسمه كده، ان انا عملت الراوتر دوت، لو جيت تبص في ار 4 على الكونفجريشن بتاعته هتلاقي ان ار 4 عامل ريديستريبيوشن لمين؟ للراوتس بتاعت الاوس بي اف تمام، بس مش عامل لها ريديستريبيوت للراوتس دي، لا هو عمل حاجه حلوه قوي، هو ده الايدج بتاعي وعمل ايه؟ عمل هو توتالي ان اس اي، فهنا بالتاكيد دي اريا صفر، ما بتعملش ادفرتايز لاي راوتس الا مين؟ الديفولت راوت صح؟ راجع كده كان اللي هي توتالي نوت سو ستابي اريا، بتدخل بس الديفولت راوت في الاريا، فلما راوتر اربعه كاوس بي اف راوتس ما عندوش الا ايه؟ الاربع اصفار اللي جاي له من مين؟ من ار 2 اللي هو الايدج بتاعي، فده يعمل ايه؟ لما يجي الراوتر اربعه يعمل ريديستريبيوت للاوس بي اف جوه الاي اي جي ار بي، هيعمل ايه؟ هيدخل بس الديفولت راوت عشان الناس تقدر كلها تطلع له، ف
فبالتاكيد ده اللي احنا شايفينه قدامنا، يعني ان انا الاكسترنال راوت جاي لي طبعا لانه معمول له ريديستريبيوشن عندي. طيب ايه المشكله؟ طب تعالى بنج تاني، يعني بالطريقه ديت ان المشكله محلوله. تريسرت 209.65.200.241 تريس راوت، سوري تريس روت 209.65.200.241 فقد الكونكتيفيتي بتاعته خالص. إذا طلع على الهوب 10.212 اللي هو من المفترض 10.212، ده زي ما قلنا كده ده بيبقى 10، سوري كل مرة بننسى نعملها. ده وصل لحد هنا الظاهر ان اللينكة ديت مش ايه، مش اب بالنسبة له. وصل ل 10.19 هنا، هو يا جماعه انا متوقع ان احنا، بص هو نتيجه اللي احنا شفناه دلوقتي، تعالوا نشوفه في البنج تاني. بنج على 209.65.200.241 داش تي بيجيب بنج وانريتشبل، يعني فعلا الريكوست بيروح وبعد كده يقع، الريكوست يروح وبعد كده يرجع تاني كده. في ان افهم من القصه دي ان في عمليه فلابنج في الراوتنج تيبل، يعني في راوت بيجي في الراوتنج تيبل، في راوت بيقع تاني، صح؟ طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني احنا في الغالب وصلنا التريسر توصلني، بس الفكره انه بيقع في ايه؟ في النص. طيب اعمل ايه بقى؟ يعني انا اسيب ده كده وابدا اكتشف المشكله، نعمل بقى ايه؟ شو راننج كونفجريشن كده، نبدا نبص على الكونفجريشن بتاعتنا إيه، هل فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله؟ زي ما احنا شايفين كده الدنيا كويسه، دي طبعا انترفيسز ما فيهاش كونفجريشن. عايزين نجيب الكونفجريشن بتاعت الاي اتش ار بي، انترفيس فيلان 10 فيلان 20 راوتر اي اتش ار بي، مفيش مشكله الباسيف، عامل ادفرتايز للشبكات كويس في بريفكس ليست بس مش مطبقه في مكان، مش تفرق معانا في حاجه. سوري كده اي بي بريفكس ليست ديناي ديت. طب نرجع نعمل اب تاني كده، هو في بريفكس ليست متطبقه في الكونفجريشن بس مش يعني هي متكريته في الكونفجريشن بس مش متطبقه مع راوت ماب ولا اي حاجه. طب خلاص يبقى مالهاش اي لازمه عندنا، يعني هي كانها بالظبط مش موجوده. شو اي بي راوت، فين الديفولت راوت؟ مش كان في ديفولت راوت يا جماعه من شويه؟ ديفولت راوت خير، هو الديفولت راوت، الديفولت راوت تاني هنا اهو. يبقى كده انا عندي مشكله كده، احنا لحد ما قادرين نوصل للمشكله ان انا دلوقتي عندي ايه، في فلابنج في الراوت الديفولت لما بيجي يجي لي منين؟ من فوق، صح؟ شويه يبقى موجود عندي في الراوتنج تيبل، وساعتها الهوست بتاعي اللي هو زي ما احنا شفنا تحت كده يقدر يعمل بنج، وساعات الراوت يتشال عندي من الراوتنج تيبل وما الاقيهوش عندي موجود نتيجة ايه؟ الفلابنج. طيب بالنسبة للراوتر المالتي سويتش رقم واحد دوت مفيش مشكلة. طيب إيه، عايزين نبدأ نبص على الراوتر 4 نشوف هل عنده فلابنج ليه. كنترول شيفت ار 4 انيبل شو اي بي اي جي ار بي نيبرز، شوف النيبرز بتوعه ايه الرسالة دي؟ النيبر 10.1.4.10 10.1.4.10 اللي هو ده تاني كده ريستارت نيبر ستارتد نيو ادجيسنسي، هو ده الفلابنج هنا يا جماعه. النيبر وقعت ورجعت قامت تاني، وقعت ورجعت قامت تاني، النيبر قاعده تعمل فلابنج. طب ليه بقى الفلابنج دوت؟ تعالى نعمل شو. طب ثانيه واحده، طب هو الراوتر راوتر المالتي سويتش رقم 2 دوت بيعمل فلابنج عنده في الراوت مع النيبر بتاعت راوتر 4، صح؟ طب انا ايه علاقتي بالكلام ده؟ انا المفروض انا بطلع من البيست باث بتاعي من هنا، معنى ذلك ان الراوتر مالتي سويتش واحد مش شايف ان المشكله من هنا، يعني هو مش شايف ان ده افضل مسار، صح؟
نتيجه ان الديفولت راوت مش بيجي له، ده الديفولت راوت بيجي له من فيلان 10 فيلان 20 من المالتي ريال سويتش ده. فمعنى ذلك ان ار 4 هو بيعمل فلابنج مع مالتي ريال سويتش 2، فمالتي ريال سويتش 1 المفروض حتى لو لو اللينكه دي بتعمل فلابنج انا ما اتاثرش، صح؟ لان ده البيست باث بتاعي. يبقى انا استنتج دلوقتي ان راوتر 4 ومالتي ريال سويتش 1 مش معتبرين دوت البيست باث. طب تعالى نروح لمين بقى؟ الار 4 ما كانش في قصه الفلابنج دي لانها المفروض ما تاثرش عليا اساسا. يبقى اروح لمين؟ اروح لار 4 كنترول شيفت اكس ار 4. احنا سوري ما احنا في ار 4 فيوم سوري ار 4. فابدا اعمل ايه؟ تعالى اعمل شو ران كونفجريشن كده، شو ران كونفجريشن. من المفترض ان احنا نشوف الكونفجريشن، نشوف ايه هي اللي بيسبب فلابنج مبدئيا، وايه هي اللي هو اللي بيعمل. ننزل كده راوتر اي اتش ار بي، فين الراوتر؟ الراوتر اي اتش ار بي يا جماعه ريديستريبيوت اس بي اف راوتر اي اتش ار بي، مفيش مشكله. ديستريبيوت ليست بريفكس اوت 0 على 0 هات 4. في بريفكس ليست متطبقه هنا على اوت 0 على 0. طب البريفكس دي بتعمل ايه؟ نطلع فوق كده، المفروض في بريفكس ليست هنا. ننزل تحت، طيب بريفكس ليست. شفت المشكله؟ اي بي بريفكس ليست عامله ايه؟ عامله ديناي للديفولت راوت وعامله بيرميت لاني. والبريفكس ليست دي متطبقه مع مين؟ متطبقه مع مين؟ مع راوتر اي اتش ار بي اثناء مين؟ مع عمليه الديستريبيوت ليست في توزيع الايه الراوتس بتاعتي. شايفينها؟ قدامنا ديستريبيوت ليست بريفكس اللي اسمها ديف اوت فاست 0 على 0. يبقى البريفكس ليست دي متطبقه فين؟ على 0 على 0، بتمنع الديفولت راوت انه يروح لمين؟ لمالتي ريال سويتش رقم واحد. فبالتاكيد لما مالتي ريال سويتش واحد مش جاله الديفولت راوت من هنا، احيانا بيجي له من مالتي ريال سويتش 2 لانه الراوت بيجي له كده. فبما ان ده بيعمل فلابنج في وقت ما هم يبقوا كويسين الراوت بيجي. طب لما دول بيقعوا ايه اللي بيحصل؟ الراوت ما بيجيش هنا، تمام؟ طب تعال نحل مشكله الاول ان النتورك ان خلاش تشتغل الاول. المفروض الغي ايه؟ الديستريبيوت ليست بتاعت البريفكس ليست بتاعت الفلتر ديت. اقول له كونف تي، ممكن اقول له ايه؟ نو اي بي بريفكس ليست، بريفكس ليست اللي هي كان اسمها دي اف، تمام؟ من المفترض دلوقتي انه يبدا يعمل ايه؟ لغى البريفكس ديت، والبنج بتاعي المفروض ان هو يشتغل تمام. يعني تعالى نعمل كده بنج على 209.65.200.241. طب البنج اتظبط، تعالى نعمل داش دي كده داش تي، البنج ما بيقطعش. نتيجه ايه؟ ان المسار بتاعي مظبوط، صح؟ كده انا حليت المشكله الاولانيه ان الناس قادره توصل كونكتيفيتي. لكن في حاله على فكره ان المسار ده وقع، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي فلابنج برضو، لان الناس مش هتخرج وهيفضل برضو البيج بتاعتي تظهر متقطعه، لان في فلابنج ما بين ار 4 ومالتي ريال سويتش رقم 2. كنترول شيفت سي كده، تعالى نعمل تريسرت تريسرت داش دي 209.65.200.241. المسار ماشي زي الفل، يعني الدنيا ماشيه كويس قوي. 10.2.1.1 طلعنا للجيت واي على 5 على 9 على 5 تاني، تمام مظبوط كده، الناس ايه شغاله تمام. طيب نرجع لتاني لمين بقى؟ للمالتي ريال سويتش رقم 1. ريسيوم سويتش 1 وابدا اقول له ايه؟ شو اي بي راوت كده، نشوف الديفولت راوت جاله ولا لا. لاحظ ان الديفولت راوت جاله دلوقتي واصبح ايه؟ ثابت عنده في راوتنج تيبل، فعشان كده قادر يخرج، تمام؟ طيب يبقى انا كده خلصت من الجزئيه الاولانيه. تعالى بقى نعمل الريدندنت باث بتاعنا ونشوف ايه هي المشكله. نروح لمالتي ريال سويتش رقم 2 ونشوف ايه المشكله عنده ما بينه وما بين ار 2 سويتش 2. يبقى سويتش 2 ما كناش شايفين قبل كده. انيبل شو برضه نفس القصه، الفلابنج ده الفلابنج عند الاثنين. طب الرساله هنا اختلفت، هناك كان بيعمل ريستارت للنيبر، هو عمل سوري. طب تعالى نقرا بس الرساله عشان نعرف فيها ايه. هو بيقول لي ان الهول تايم اكسبايرد، انه عندي مشكله في الهول داون تايمر. طب تعالى نقول له ديباج اي بي اي اتش ار بي نيبر نيبر 10. لسه في حاجه في الكومنت النيبر مين؟ طب بلاش نقول ديباج اي بي اي اتش ار بي، هو بيقول لي ديباج اي بي اي اتش ار بي نجيبها ديباجنج اوتونومس سيستم 10. طبعا هو هيجيب حاجات كتير طبعا فمش هنفهم منها حاجه. سوري يا جماعه،
طبعا قفلنا الديباج. نقول له ديباج اي بي اي جي ار بي اي اي جي ار بي. ممكن نقول له نوتيفيكيشنز، بس نوتيفيكيشنز مش هيجيب لنا حاجه. نوتيفيكيشن مش هيجيب لنا حاجه. نوتيفيكيشن ديباج اي بي اي جي ار بي نيبر الاوتونومس سيستم 10. النيبر اللي هو كام؟ 10 1 4 9 10 1 4 9. طبعا مفيش ما بينهم اي اكستشينج لاي حاجه. فبيقول النيبر بتعمل نيو ادجيسنسي، بعد كده تقول لي ايه هولد داون تايم اكسباير. طب نقول له شو اي بي اي جي ار بي نيبر، احنا مع 10 1 4 9 فين 10 10 1 4 9 على فاست 2 على 1. واو هولد داون تايم 1 سكند. انت ملاحظ ديت الهولد داون تايمر 1 سكند ازاي؟ طب تعالى نقول له شو run configuration كده. هات الانترفيس، احنا على انترفيس كام؟ فاست 2 على 1. انترفيس فاست 2 على 1. الهيلو انترفال معمول هنا كام؟ 10. الاوتونوم سيستم 10 الهيلو كل 1 سكند، واديت تايم كل كام ثانيه؟ 3. تمام. طيب هناك يبقى المفروض كام؟ تعالوا نروح الراوتر 4 ريزيوم ار 4. تعالوا نقول له ان شو ران راوتر 4 على فاست 0 على 1 صح؟ نعمل كده فاست 0 على 1. هنا الهيلو كل كام ثانية؟ الهيلو كل 10 ثواني والديد كل 2 سكند. الديد ما فيش مشكلة، هو الهيلو هنا 10 والديد هناك 2 سكند. يعني الراوتر 4 بيبعت هيلو مسج كل 10 ثواني، في حين ان المالتي لير سويتش رقم 2 بيعمل ايه؟ بيعتبر اللي قدامه ديد بعد 2 سكند. تمام. فطبعا اختلاف الهيلو والديد تايم هنا هو اللي عامل ايه؟ ايه المشكله؟ طب لو احنا عدلنا القصه دي المفروض تظبط. نقول له كونف تي كده، نقول له ايه انترفيس، سوري انترفيس فاست كام؟ 0 على 1. نقول له اي بي هيلو انترفال، الهيلو انترفال هنا كل كام ثانيه؟ كل 2 سكند. الاي اتش ار بي 10، كل الاي اتش ار بي 10 2 سكند. تمام. يعني هو المفروض يبعت كل 2 سكند ايه هيلو مسج عشان تطابق مين؟ تطابق المالتي لاير سويتش رقم 1، انه بيعتبر الديد بعد 2 سكند. فبالنسبه لي كده ما يحصلش. لاحظ ان النيبر قامت وما وقعتش تاني. طب انا ممكن اقول له شو اي بي اي اتش ار بي نيبر، النيبر قايمة عادي خالص وهناك الهول داون 2 سكند. فأنا ما عنديش مشكلة إن يحصل إيه؟ مشكلة يعني هنا، لأن الأرقام بتاعتي أصبحت إيه؟ مش هما مش زي بعض بالظبط، لكن لأن طبعًا زي ما إحنا عارفين في الـ HRB مش لازم تكون الهيلو والديد تايم زي بعض. فلو أنا دلوقتي جيت على مالتي لاير سويتش بقى رقم واحد تاني، ريزيوم سويتش واحد اللي إحنا شايفينه قدامنا، تعالى نقول له شو أي بي راوت، سوري شو أي بي راوت. طبعًا هو مسجل البيست راوت على فاست 0 على 1. طب تعالى نشوف هل هو جاي له في التوبولوجي تيبل من الراجل التاني. نقول له شو اي بي اي جي ار بي توبولوجي اول لينكس. انا عندي دلوقتي الديفولت راوت اهوت جاي لي منين؟ جاي لي من اكتر من واحد، جاي لي من فاست 0 على 1، وجاي لي اهوت منين؟ من البورت شانل. يعني ايه موجود عندي ثرو البورت شانل؟ لو انا عندي 0 على 1 ده وقع، تعالى البنج بتاعنا، تعالى نعمل بنج كده، بنج على 209.65.200.241-T. البنج شغال عادي جدا ثرو مين؟ المسار اللي فوق. من المفترض دلوقتي لو المسار اللي فوق ده وقع، نقول له تعالى نوقعه بايدينا كده انترفيس فاست كام؟ 0 على 1 شوت داون. من المفترض البنج بتاعي ما يعملش فلامنج وهيديني ريكوستاي في النص ويحصل ايه؟ ويبدا يتحول على المسار التاني. لاحظ كده ان ريكوستاي واحده في النص والبنج شغال تمام. ايه اللي حصل دلوقتي؟ تعالى نبص في الشو اي بي راوت هنا كده، دو شو اي بي راوت، سوري دو شو اي بي راوت. لاحظ ان الديفولت راوت اصبح دلوقتي اللي هو جاي لي منين؟ من المالتي لاير سويتش اللي قدامي اللي هو ثرو البورت شانل او اللي هو الايثر شانل بتاعتي. تمام. وطبعا ما فيش فلابنج والناس قادره تعمل بنج من غير ادنى مشكله. تمام. هل في مشكله كده؟ يبقى احنا دلوقتي قدرنا نعمل حل للمشكله اللي كان الهوست بتاعي بيريبورت عنها، وشفنا المشكله فين واكتشفناها. ده مهم جدا بالنسبه للحاله العمليه انك تقدر تعمل ايه ترابل شوتنج سريع. طبعا احنا اخدناها في وقت قصير. حاول تدرب نفسك على
اخطاء كتير وكريت يعني انت اعمل كريت لايشوز، وزي ما قلت لك اعملها سيف وانساها، وبعد كده ابدا فكر فيها تاني بعد فتره من الوقت. مثلا انك نسيت انت كنت مبوظ فيها ايه، يعني مثلا سي في اي اتش ار بي اعمل نفسك 5 أو 6 تيكت، تمام، كل واحده فيها مشكله معينه. لاحظ ان احنا قدرنا نغطي مشكلتين، الفلترنج والهيلو والديد تايم. طبعا في ايشوز كتير قوي بالنسبه اللي هي جربي، بس دول هم الكومنز اللي بيبقوا موجودين في البرودكشن نتورك بلس ريديستريبيوشن ايشوز، لا هنيجي نتكلم فيها قدام شويه. تمام، اتمنى ان يكون الفيديو دوت كان مفيد واستفدتوا منه كويس، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.